جماعة الحوثي في اليمن قالت بأن انتشار روزفلت في الخليج العربي هذا دليل على أن الولايات المتحدة خائفة من استهدافات الحوثيين. قالوا بأن آيزنهاور هربت منهم، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قالت بأنها ذاهبة هذه السفينة آيزنهاور إلى عمليات الصيانة وغيرها، قالوا هربت آيزنهاور وها هي روزفلت في الخليج العربي بدلا من أن تتجه إلى البحر الأحمر. يعني ما رأيك بذلك؟ ما رأيك بهذه التعليقات القادمة من عدد من القادة البارزين لدى جماعة الحوثي؟ أعتقد بأن قادة الحوثيين بإمكانهم أن يقولوا ما يحلو لهم لمحاولة أن يخبروا العالم بصلابتهم ومقاومتهم واستعدادهم للمقاتلة بضراوة وأنهم أرهبوا القوات الأمريكية، ولكنني أواصل إلى أن أنوه، منذ بداية العمليات الحوثية لم تتمكن من إغراق أي سفينة، ليس لديها أي تأثير على وقف إطلاق النار في إسرائيل، وبصراحة أقول بأن مهمتهم لم تفلح، فإذا بإمكانهم أن يروجوا لأنفسهم كما يشاؤون، ولكن لا يبدو بأنها مؤثرة على المهام والعمليات.